وحليمة، هادي راه اخبار زوينه اللي سمعت هاد النهار هذا، والله العظيم لا حلاوه. لا بخير الحمد لله. هو بحال هاد الخبيرات هادو هما اللي كيفرحوني انا، وهما اللي كيعطوني الطاقه الايجابيه باش نزيد لقدام. ملي كنسمع بحال هاد الاخبار كتولي عندي الطاقه في 166 كيلومتر في الساعه. الخبيرات راه زوينين بحال هكا، والله بقيت يجيب بحال هاد الخبيرات هادو اي بيهم. ماشي انت اللي جبتيهم، غا سمعتيها؟ وفين سمعتيها؟ التلفازه. سحبها في الراديو، قالوا هذا في الراديو. سحبها في التليفون، حتى في التليفون قالوها. ايوا مزيان مزيان، سحبها قالوها غا الناس اللي هنا اللي في الدرب. تا ما سمعتيهم قالوها. ايوا مزيان مزيان، بحال هاد الخبيرات بقاي تجيبيهم بقاي تجيبيهم، ما بقي عليه. والله العظيم الا اخبار تفرح هادي، غير خاصنا نزغرتو، خاصنا نحتفلو. مزيان مزيان مزيان، ملي تشكلت الحكومة مزيان. دابا عاد باش ولات عندنا حكومة سميتها حكومة أخنوش. ويلي 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 ويلي، ها هو دروك أخنوش غادي يبدا يعطينا في الفلوس. ما كاين أفرق، المليون جوج ثلاثة تقريبا. حنا في المغرب شحال فينا من واحد؟ حنا حليمة شحال؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة حداش اتناش تلتاش ربعتاش خمستاش ستاش سبعتاش 20 21 مية ميتين 300 400 500 600 700 مليون 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 ونص مليون وجوج مليون وثلاثة مليون وأربعة. ترى بزاف حنايا، والله العظيم حنا بزاف. حنا تقريبا في المغرب راه نقول واحد من 15 مليون ديال البشر اللي كاينين في المغرب. باب 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 باب. يا اما كاين عولد ولوح المعلم. ترى عندنا كشله ديال الفقر يا حليق. ما ادرك اخنوش شحال من واحد غيعطي الفلوس. بزاف. ودرك هاد الايامات راه كيتزادوا على الدراري الصغار. شحال من 300 درهم ما يخرجوا. فلوس صحيحه، لا فلوس صحيحه. واخنوش راه عنده الفلوس قال لك. او ترى عنده الملايير. وتا اخنوش راه ترى وترى على الفلوس. على الفلوس عنده كي داير. ويلي 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 ويلي. اي 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 احنا ما كرهناش تكون عندنا بحال هاد الفلوس. والله العظيم تكون عندك بحال هاد الفلوس الا تكون انت بخير، هادي السعاده. ما عمرك تمرض، ما عمرو جاك المرض النفسي، ما عمرو مجوك الحلاقه، ما عمرو يدرك ظهرك درك رجلك، ما تمرض ما حتى شي حاجه. ديما غتبقى صحيح في صحيح. يكونوا عندك على الفلوس. ترى قالك الفلوس راه مهمين، قالك اهو الفلوس مهمين. هات تدرك بتي حليق، ما عندك الزبابل ديال الفلوس خازنين. ومرتي ما مرتيش علاش؟ حتى مرتاحه بخير وعلى خير وما تخرجيش السنتيم. قال لك شلوح سقرامه. ترى ما كاينش لي سقرام قدك تي حليق. ما او 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 انت عندك 20 مليون خازنه، هاد قولي درهم واش تخرجها في من؟ نقول لك عطيني نشري عا بويرو، نشري عا كازا، نشري عا حشيشات، نشري عا شقيفات، نشري عا نيبرو. انيبرو نيبرو وريق انيبرو كدير 6 دريال. وما تبغيش تاني فرانك تقول لي ما عديش وتبداي تبكي عليا، وفي الاخر تقول لي نوض خلص لك راه، وتقول لي نوض سير جيب بوطان، نوض سير جيب خبز، جيب الخضره، جيب الدجاج، جيب الحوت. تي وقلي له بنتي تيا، واخدك انا ومزوج بك وفي الاخر مصير عليك. لا زوينه، لا والله العظيم الا زوينه. خيبه تلت عاوده، الا عاودت لشي واحد يضحك عليا. تي وقلي له مصوني، لا تنزوج بك ونصرف عليك انا من الفوق. العرس ديالك تقام علي بستة المليون، عاد بالصداق، عاد باش امك تنتف باك، تنتف خوك، يدي كلشي يدي، واختك تا هي ديك الحوله تا تجي تاكلنا وتمشي. الماكياج كاع اللي شريتو لك دارته هي، الحوايج كاع اللي شريتهم لك لبساتهم هي. كتفوح كتفوح على اي واد لا على ظهرك تيا. يلا وانايا انت زوينه دي، والله العظيم الا لقيتيني تقريبا بحال انايا شي مشروع مهم. عندي الفلوس كتخرج، ورا السنتيم الزرق ما عديش. ويلي ويلي ويلي، تزوج بوحده وخسر عليها الفلوس وفي الاخر صير عليها ملي تجي عندك الدار. لا خيبه تلتعاود، لا والله العظيم لا خيبه تلتعاود. زوين هذه، الواحد يتزوج باش يرتاح، وهنا مع ابو وانا مزوج عازد المرن عنزيد نخسر في الفلوس. وهنا كانت الفلوس ماشي مشكل، هي الفلوس ما كايناش، الفلوس غابره. الفلوس كاينه عند اخنوش فقط، شي واحد ما عنده الفلوس. انت انا خاسر عليك الزبابل ديال الفلوس عا في العرس، وفي الاخر ما ولدتي حتى شي ولد. ها دركا كون ولدتي شي وليدك، وراح وراح حنا خدينا فيه 6000 ريال. مال وكنتي كتولدي كورا
وكون هذاك دابا والده واحد ثلاثه ديال الدراري، عندنا واحد 18000 ريال ولا 16000 ريال. ايه شتي 18000 ريال فلوس اشري فيا؟ او 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 تاسير تزمري تدرك 10 ريال اللي قلت لك اعطيني شريحه قويره، والله ما تبغيت عتقيني تقول لي لا راه حرام هذيك راه بليه، خاصك تبعد على البليه، خاصك تبعد على داك الشيء، وترى خاصك تيري تبعدي مني التالت اني بتيسع التيش بيني وبينك انايا، ملي ما تدوريش معايا وتعطيني تتيا باش نقضي وباش ندوز الوقت وباش نلعب الكارطة وباش ندير ايوا او 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 تعشو ما قاعد دوك الفلوس لمن غتخلي؟ ما انا ما بغيتوش، انا اللي مهم عندي هو ندوز النهار، انا باش غادي نعرف باللي انايا غادي نبقى عايش من موراك التيا. اي ولما تينايا تزوجي عليا التيا وعندك فلوس واعطينا نصيرو دركا باش تاي لما تي الله يرحمك ماشي مشكل ما يبقاش فيا الحال صرف فلوس. موت انا قلت خليني ساكت خليني ساكت، انا ما كنبغيش نجبد لك حس الموت، عندها نجبد لك الموت كتبدي تبكي بحال دروكا وقف على ملك الموت واقف كيتسنى فيك عندك تيا مسالي لك تيا تمسالي لك ملك الموت تيديك اش غيدير بك؟ دخل عليك بالله اش غيدير بك؟ ها انتي عطاني ابتساع عطاني ابتساع عطاني حليق ما راه ما تنفعي ما تضري بحال حليب الحماره، واحد عايشين على الكبا طع رجال زوينين احنا الامل ديالنا في اخ النوش. هو اللي كنت سناوه من بعد الله عز وجل تقع من تسناك نتسنى ان شاء الله هو اللي يدبر علينا، قالك عيطينا واحد 20000 ريال حنا نتسنى احنا انا جالس نتسنى انا جالس هاي كتشكلات الحكومه ياك ونتسنى في 20000 ريال تجي. الا ما عطانيش 20000 ريال حق مول لا تنوض نحتج، انا درك محتاج في المنطقه ما غنخدم ما غندمر ما غندير حتى شي حاجه والو، بوت نبت هنايا في هاد الناموسيه ما غنخرج ما والو، انا داير الاضراب محتاج عطيني 20000 ريال صافي تشكلات الحكومه تشكلات، انا باغي 20000 ريال توصلني صافي 20000 ريال توصلني هي توصلني، انا ما فاكش معانا رزقي 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 هذاك ورزق اولادي ورزق مراتي ديما 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 مخشيقي معايا في الحوارات مخشيقي معايا، عطيني ابتساعش بيني وبينك، رزقي انا هذاك بوحديتي ما رزق حتى شي واحد، صافي السلام عليكم، رزقي 20000 ريال انا غندير بيها ندير بها اللي بغيت، ندير بها مشروع نخسرها نتزوج بيها ندير بها اللي عجبني، شرا عطيني معاك كل شيء موجود الحمد لله. الحاله المدنيه خاويه حاط لي في اربعه العيالات وراجي من واجب الدوله عليا تقول لي زيدك تزوج الزواج اجباري، خوتك الثاني والثالثه والرابعه تزوج تزوج خاصها تفرض عليا دير لي اجباري تجبرني صحه صحه خاصني نتزوج او نتزوج تجويجه مهمه وبحال اللقاح اللقاح قال لك ماشي اجباري اختياري ولكن في الاخر فرضو. السلام عليكم، هيا جي هذيك الجرعه الثالثه يا رب تكون لشكل قوي البات باش هذوك اللي كانوا كيديروا لنا السيلفي من المراكز ديال التلقيح اذا كانت عندهم الجرأه يديروا لنا السيلفي يلاه احنا غنشوفوا يا قوالو كي دايرين مزيان تبارك الله. شوف نقول لك انا واحد القضيه، انا ما سوقيش في هذا الشيء كامل، انا اللي مهم عندي هي 20000 ريال توصلني واقف عليه حق موليني اللي واقف عليه، انا نشوف حنايا الرساله ديال والو نعيطوا سميتو نعيطوا لواحد السيد مقدم لا لا ماشي مقدم هذا غير بحال المقدم كيجي الخبارات الملاح وكذا غنشوف واش عنده شي خبار ولا لا. الو وكي داير؟ مزيان بخير كلشي مزيان وفين انت فين شي انت فين؟ ها؟ انت فين درك انت؟ انت ما في خبارك والو؟ انت انا سمعت قال لك اخا نوش راه صافي شكل الحكومه وتشكلات صافي ايوا صافي راه 20000 ريال هاي جايه في الطريق وفي خبارك ولا ما في خباركش؟ انت ما في خبارك والو وانت ملي ما تجيبش بحال هاد الخبارات الزوينين لاش عايش ليش؟ ونوض يا المسخوط والدي نوض نتلاقاو في الحيوان نهضر لك على واحد لافير غيعطي لنا اخ النوس راه واحد 20000 ريال غيفرق على المغاربه كاملين، بغيتك حتى تستافد وحتى تعيش معانا وتعيش معايا وتخلص عليا بوي الريت وشقي فيها نوض نوض يلاه نوض نوض بس حوايجك وخرج نتلاقاو درك.